فنان اشعار. المصورة بسمة أبو خطي من يافا بتشاركي في هذا المعرض الكبير. بشارك في هذا المعرض. إيش أهمية هذا المعرض بالنسبة لك؟ هي أهمية المعرض هذا إنه معرض بيشتركوا فيه كتير ناس من كتير محلات من كتير بلدان، وبخصني المعرض تبعي أنا كتير لأنه أنا عشت في النقب فترة كبيرة تقريبا 20 سنة، وشفت كيف اختلاف الحياة هون وهناك، وشفت قديش في نضال عند النساء البدويات في النقب. صور هون من أم الحيران وعطير. إيش الصور اللي أنت عرضيتهم اليوم؟ ليش بيحكوا؟ الصور بيحكوا هذا المشروع من مشروع بخص أم الحيران. في هون صور من أم الحيران ومن عتير، هون في ملابس نساء مخططين زي ما أنت شايف. هذا التصوير هذا كان ثاني يوم الهدم بأم الحيران. في هون أغراض ناس طلعوا من البيت، وكنا نطلع مع الأولاد ألعابهم ومع النساء أغراضهم ومع يعني كثير أشياء، وكان في هون مكاتيب ليعقوب أبو القيعان، الشهيد يعقوب أبو القيعان، الشهيد يعقوب أبو القيعان اللي انقتل معه كمان شرطي إسرائيلي. نعم، يعني السؤال، أنت من خلال الصور بدك تنقلي المعاناة المأساة اللي عايشينها البدو؟ أكيد أكيد، كل صورة يعني كل صورة بغض النظر عن إنه إيش الصورة هاي، كل صورة بتحكي قصة إنسان يعني، ومن الصورة كمان بتطلع كتير قصص وحكايات تعون بني آدمين. نعم، لما بيشوفوك كثير ناس الآلاف اللي بيجوا على المعرض، يعني توصلتي رسالة معينة؟ أكيد أكيد، في ناس بيعرفوش إنه في هناك كرة غير معترف فيها بالنقب، في كتير ناس بيعرفوش إنه في ناس عايشين من غير مي ومن غير كهرباء وبصعوبة لما بتوصل لهم، في كتير ناس بيعرفوش إنه في أولاد عم بيستعملوا الأدوية اللي بحطوا فيها الوديان، بيقولوا عنهم وادي اللي بحطوا فيها الزبالة والكمامة إنها ملعب لإلهم كل النهار. في كتير أشياء مش موجودة مش معروف عنها، فأكيد عن طريق الصورة إنه بنتشر الخبر والحدث وكل إشي وحياة ناس. نعم، بالنسبة لك أنت يعني عندك هواية التصوير؟ أنا تعلمت تصوير بكلية سبير بال 2004، وبال 2013 كنت تعلمت أمان منخي مع بتربوت بيت سيران. شلوب طائر يعني، ومنوط بشلوب طائر. إيش الهوايات عندك أو الطموحات للمستقبل؟ عندي كمان معرض بخص العنف ضد النساء ليوم المرأة العالمي. إن شاء الله، كمان أكمل شهر لقدام، هذا اللي بحضر له يعني حالياً. عندي اشياء كثير، عندي لسه اشياء كثير يعني، صور كثير اللي لسه ما انعرضتش بالنقب بأم الحيران، يعني انه صور اللي لسه ما انعرضتش كهدم البيوت، انه صورت كثير هدم فيه اشياء كثير مؤثره يعني للبني ادم اللي بيشوفها. يعني بالصدفه يعني كان في هناك اغراض تبعون اولاد صغار، العاب، أدوية، أشياء اللي بيستعملوها يومياً بيحتاجوها يومياً يعني. وأنا كتير بشرفني إنه عرضت بالمعرض هذا وشاركت بالمعرض هذا. شكراً شكراً لك.